قبل كورونا رزق تمام يعني ما شاء الله بيع يعني الناس بتكاثافة هذا يروح وهذا يجي في فترات ظهور فيروس كورونا كنا المنحة قاعدين بالبيوت المرض يشكل لنا قلق دائما إذا كان الشباب المرض هنا ما نستطيع الخروج ولا نستطيع أن نرعى أغنام ولا نستطيع أن نروح أسواق تغفلت الأسواق والتسويق البضاعة حقنا تلفت في الأقيان وأخذنا الخرجان من المزارع الآن معنا حملة توعية ضد مرض كوفيد-19 عملنا في مجال التوعية بالمناطق واجهنا هناك فئات من المجتمع وصلنا لهم المعلومات بمصطلحات حسب ثقافتهم قدرنا نحقق نقلة إيجابية من ناحية التوعية كنا نزل نبيع الأغنام في السوق وبعدين نحصل الناس في فريق نازل يوعي الناس فأخذنا معلومات منهم واستفدنا منهم كثير أساس أن كيف نقي أنفسنا من أمراض كورونا مثلا عملية تباعد عملية غسل اليدين عملية وضع الكمامات طبعا الحملة التوعية استمرت لمدة 3 أيام حلقة توعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا وأيضا نشر مجموعة من الفلاشات والتوعوية عبر الإذاعة بأوقات مختلفة وزعنا لهم أيضا كمامات أرشدناهم بأخطار وأضرار هذا المرض استفاد المواطنين رفع مستوى الوعي لديهم بخطورة ما تسبب من وفيات في المجتمع لذلك يجب علينا أن نرفع وعي المجتمع والحفاظ عليهم من مخاطرهم قبل أحصل على معلومة من مؤسسة خطوات كنت أبيع عشوائياً ولكن الآن عندما جونا مؤسسة خطوات صرت أبيع بحذر والتزمت بالإجراءات الوقائية الحمد لله بفضل الله ورعايته وبفضل هذه المعلومات اللي حصلت عليها في التباعد والحظر ما نقدر ندخل في اماكن من زحمه ولا الاسواق ما نقدر الا في المزارع اللي احنا اللي زرع فيها عندما يجي احد المزارعين الاخرى الى عندي يلبس الكمامه والكشيته ويكون بيننا تباعد بينه وبينه مسافه قلنا بنا اقل لي والاسرتي من أصابة فيروس كورونا